أخبار اليوم. أنا لسه والله جاية من سجلة له وغسلة كلا بعد عنك والجهاز في إيدك. منا كل خير يا ولد. لو الطريقة دي الجهاز في إيدي ده أنا بغسل في الأسبوع 3 مرات. مساعدة أي حاجة كده من عندكم. أنا واحد من الناس مريض قلب والمفروض ليا علاج، لا انا عارف اخد علاجي ولا عارف ان انا عارف اتعالج. النهارده كنت شغال من شركه من 40 سنه عشان اعمل المعاش اللي هو بيتعمل عليه لما بروح، وبقول لك ارجع اروح اقفل معاشاتك واقفل مواضيعك، وعشان اروح اقفلها بقول لك ادفع 7-8 سنين فاتوا. نفسي ان سياده الرئيس الجمهوريه انه كان ساعه ما مسك الحكم كان يبص للناس الفقراء الأول في الأحياء الشعبية، وبعد كده يدور على الشركات المتعثرة اللي قفلها الراجل الفقري. ماشي، ما تعمليش مونتاج بعد كده. الرئيس الفقري رئيس الجمهورية اللي هو كان حسني مبارك قفل شركات ودمر شركات، وفي ناس فقراء محتاجة كانت تخش الشركات. اللي عمله جمال عبد الناصر كان هو يعمله، وبعد كده كان رئيس الجمهورية يعمل مشروعات على مدى الطويل زي ما بيقول. ماشي، كنا هنساعد برضو في هذا الكلام. نتمنى ان انا اعمل عملية الغضروف وخلاص اكتر. نفس الديون اللي علينا دي تتسد، نفس القروض اللي علينا دي. هتلاقي البسمة والضحكة كلها للشعب المصري حلوة، هتلاقي الحب للناس. بس طول ما البني آدم مديون ولا خارج من بيته عشان يجيب الجنيه، مش عارف يجيبه من غلو المواصلات، من غلو الحاجة. أول ما الواحد بيستبح بوش مراته الصبح بتقول له المصروف 50 جنيه عشان الأكل وشرب. بحلم الأمان لأولادي، بحلم الحب، بحلم إن الشعب كله يبقى كويس مع بعض. نفسي أنجح بس يعني أفضل فرحان على طول، مش حاجة تانية. وحج اجيب علاجي وربنا يتوب عليا من القعده اللي انا فيها وبس. ده رضا او من عند ربنا، ربنا يغنيني من عنده واجيب علاجي اللي انا بجيبه. ما حدش بيصرف عليا عشان تبقى عارف معايا جدعان مجوزاهم مكفيين نفسهم. استقرار للبلد، امن وامان للبلد. مش لاقي الامان، مش لاقي حاجه مستقره لعيالي ولولادي. اتمنى زياده المرتبات وكده، انما 700 جنيه ولا 800 جنيه اللي احنا بنقبضه ما بيعملوش حاجه في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. كل الاسعار ولعت حوالينا، وديت ولع واللحمه ده ولعت، والاسعار ولعت حوالينا، كل حاجه ولعت حوالينا. احنا بمستقبل العيال حلو ونضيف، مش لاقي حاجه مستقبل حتى نعمل للعيال. اعلم بالستر والكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. مفيش اي دخل، دخل ضعيف، البلد نايمه، مفيش شغل. اولا نفس البلد تمشي كويس، الموظفين مش واخده حقها، الصناعيه مش واخده حقها، الطلبه مش واخده حقها، كل عاوزين البلد تمشي كويس. التعليم افضل، هو التعليم يعني بنسبه 60% كويس، لكن 40% سلبيات. لما ابني يتعب او بنتي، لما ادخل مستشفى ما الاقيش روتين موجود زياده عن اللزوم، عطله، طب هات بطاقه، طب هات مش عارف حاجه. اسعف الطفل او اسعف المريض ايا كان سنه، وبعد كده دور على الاوراق الشخصيه والروتين والكلام ده كله. الحمد لله. ثلاثة أشياء رئيسية هم الصحة والستر والعيش الكريم، هم أقصى أماني وأحلام البسطاء في ظل غلاء ومشقة الحياة. مصطفى سعد، أخبار اليوم.